اهلا توفيق. خير؟ حصل حاجه؟ لسه ما حصلش، انما هيحصل اذا ما جيتش معايا دلوقتي حالا. هيحصل كتير قوي. بس انا ما اقدرش اسيب المدرسه دلوقتي. في ايه؟ اذا ما رحتلوش انت ودلوقتي هروح انا بنفسي. يا ابني انت دايما مستعجل. المساله خطيره يا احمد، ما اقدرش استنى. طب انا هستاذن واجي معاك. ثانيه واحده، انت دايما بتنسى ان ابوك يا توفيق. وامتى هو افتكر ان ابنه؟ امتى افتكرك ولا افتكر شوقي؟ رمانا من صغرنا وتربينا عوالي على الناس. انا عند اخوالي وانت واخوك في بيت جدكم، ما سالش في واحد فينا. ادي احنا كبرنا يا سيدي والمفروض ما نحتاجلوش. انا مش عايز حاجه منه، انا عايز حقي مراسي من امي. كل يوم التاني مضين على ورقه، يديني جنيه ومضين على اتنين. ما تجري شويه يا سعيد. بس هو ابونا رغم كل شيء. انت حلم يا لولا. لا 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 لا. اوعى يا جحش. ابنك بر. ابن مين فيهم؟ احمد. احمد؟ اهلا يا احمد. هي المدرسه اجازه النهارده؟ لا ابدا، المدرسه شغاله. يبقى الشيطان اللي بعتك. اظن عايز فلوس. ها؟ 2000 جنيه. هو فاهم ان تركت امه بتولد؟ روح قول له ان اللي وصله يغطي ثمن الارض كلها ويزيد، يعني مفيش، واللي في ايده يعمله. بتبص لي كده ليه يا احمد؟ ابدا يا بابا، مستني لما حضرتك تهدى شويه. عينيك بتقول حاجة أنا فاهمها. أمك كان لها نفس العينين ونفس النظرة. يا بابا أنا مفيش في قلبي ليك غير الحب، وأنت عارف. أمك كمان ما كانتش بتكرهني، لكن كنت دايما بقرا في عينيها اتهام. أنت يا رماني مهرج ونصاب، وده اللي في دماغك، مش كده؟ أنا مش من حق حكمك. أنت ما بتحاكمنيش، أنت بتتهمني وبس. اخواتك هم اللي بيحاكموني وعايزين يحكموا عليا. قول لي يا احمد بصراحة، انت معايا ولا مع توفيق؟ انا مع عيلة الأرماني. تبقى معايا. انت الوحيد اللي بحبه من ولادي لانك طيب وشهم. اسمع يا احمد، أنا عايز أخلص من توفيق. الوحش الأرماني اللي جواه اتحرك. شور عليا، أعمل إيه؟ صفي حساباتك معاه. حاول تقعد وياه. إذا كان له حاجة، إديها له. أنا لا يمكن أشوفه أبداً. مش ممكن أقعد معاه في مكان. مفيش مرة يقابلني إلا ويهني. محدش يعمل كده في أبوه. معلش يا توفيق. ربنا كبير. ربنا شايف وسامع. قلبي هيفضل غضبان عليك ليوم الدين. تعال معايا يا احمد. أمك كانت ست طيبة، لكن أم توفيق يلا بقى الله يرحمها مطرح ما راحت. خليه يمضي الورقة دي قبل ما تديله الفلوس، وأنت شاهد. بعد كده ملوش عندي ولا شبر أرض ولا مليم. ها؟ الكلام ده مكتوب هنا، خليه يقراه قبل ما يمضي. دول 2000 جنيه كاملين. خليه يسيب الفيوم ويروح لأخواله في مصر، ما يستناش هنا. أكد على سفر يا أحمد. أحاول. وتجيب لي الورقة دي النهاردة. حاضر. بتعالى زورني يا أحمد، ما تغيبش عليا. حاضر. بقول لك إيه؟ إزاي جدك الحاج؟ لسه عيان؟ المرض شد عليه. لا يا شيخ، يبقى أكيد المرة دي ناوي يودع. يبقى سلم لي عليه.
مش مهم دي دلوقتي. جبت الفلوس؟ أي 2000 جنيه. أشكرك يا أحمد. أنت عملت فيا معروف كبير أوي، ما تصورش قد إيه. امضي يا توفيق. معاك قلم؟ بس انت ما قريتش المكتوب فيه؟ مش مهم، لاني هاخدها منه تاني. كل الورق اللي انا مضيتهوله هاخده تاني، وهنتحاسب بالمليم. المهم دلوقتي ان الفلوس في ايدي. الفلوس دي هتغير مصير ناس كتير. ابوك له طلب عندك يا توفيق. عندنا؟ بيرجوك انك تسافر وتسيب الفيوم. اسافر؟ اروح فين؟ اذا كان فاهم ان انا هسيبه قبل ما نتحاسب يبقى غلطان. انا كمان شايف انك تسيب البلد شويه. غلطان انت كمان. أنا النهاردة بس هبتدي أعيش في البلد دي يا أحمد. أنا قلقان يا توفيق. قلقان عليا؟ لا، الجو اللي بينك وبين أبوك مش مطمني. هو اللي خلق الجو ده بجشعه مش أنا. كنت متصور إنك بال 2000 جنيه دول ممكن تعمل. تعرف أنا عايز ال 2000 جنيه دول ليه؟ هقول لك ليه. أنت الوحيد اللي أقدر أتكلم معاه بصراحة وبدون أي خجل. أنت الملاك الوحيد في عيلة الأرماني. هعمل بيهم عمل أرماني دنيء. هتمربغ بيهم في الطين. بعد 3 دقايق هتكون هنا بشحماها ولحماها وكل كبريائها. هنسف كبريائها، همرمط بيها الارض. مين هي يا توفيق؟ امسك اعصابك يا ولد. مين؟ عايد. مستحيل. سنة كاملة وانا بحاول اكلمها وهي حاطة مناخيرها في السماء. خطبتها رفضتني بعنطزة وقالت عليا إنسان ضايع. بعد دقايق هتكون هنا. مش ممكن. جايز أي واحدة تانية بس مش دي. أخويا الملاك مش مصدق. تعرف إيه اللي هيجيبها؟ ال 2000 جنيه دول. عايدة يا توفيق. عايدة يا أحمد. بنت مدير البنك. أحمد أرجوك تنزل دلوقتي، زمانها جاية وما يصح تشوفك هنا. ابقى تعالى بعدين، عايز اتكلم معاك كلام كتير. احمد ما تكرهنيش، انا واثق انك مش هتكرهني، لان قلبك ما يعرفش غير الحب. انا ارماني غصب عني. تاخدي بق؟ من فضلك انا مستعجله. تحب اقلع فين؟ الفلوس فين؟ مفيش داعي. ال 2000 جنيه هم.
مش عايزك تاخدي عني فكره غلط. انا ما اختلستش. انا خدت المبلغ من الخزنه سلف، وكنت ناوي ارد المبلغ بمجرد ما تتم الصفقه اللي اشتركت فيها، بس الجرد جه بدري عن ميعاده. بس قالت غلط في الوقت مش اكتر. الارماني اسهل، كله اسهل الارماني. ذاك يا ردين رايح فين يا جحش؟ خد الحنطور وروح، ما تستنانيش، انا هرجع لوحدي. لولا انت فين يا لولا؟ ايوه يا ارماني. ايه الزيته اللي انت عاملها دي؟ مساء الخير يا ست الكل. انا جايب لك خبر انما يفرحك قوي. بخصوص ايه ان شاء الله؟ الطماطم الشرق كسبت 700. بس يا ارماني ده رقم قياسي يا لولا، تكونيش فاكر اني بضحك عليكي. انا مستعد احط ثروتي كلها تحت رجليكي، مش هاخد منك. بس شاوري انت بصباعك الصغير. وجبت لي نصيبي معاك بالمليم. حلاوتك. يا سلام يا لولا، يا سلام لو نتجوز. يعني هتعمل ايه؟ اكسر الدنيا بفلوسي وعقلك. هنكسب ذهب. السنين اللي بقالي هتبقى اجمل سنين عمري. بشرفي، بشرفي ما هخلي ولد من ولادي يورث مليم. عجوز مجنون لكن طعم. انت اللي طعم يا جميل. حلاوتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ توفيق، انا سعيد بزيارتك بيتي. وانا اشكرك انك دعيتني في بيتك. انا كان لازم اقابلك، ده من ناحيه. ومن ناحيه تانية عايده طلبت بالحاح شديد انها تشوفك. تفضل استريح. متشكر. في مسألة كنت عايز أوضحها لك. يا عدلي بيه مفيش داعي. أنا بعتبرك مش غريب بعد الموقف الرائع اللي وقفت معانا. ثق تماما يا أستاذ توفيق إني مش هنسالك الجميل ده أبدا. وعايدة من ناحيتها شايلالك تقدير كبير. أنت شيء مختلف تماما عن اللي كنت بسمعه عنك. في حاجة بس كنت عايز أوضحها لك. أنا أصلي عايدة وضحت لي كل حاجة. كده؟ انما الحمد لله اتحلت من كل ناحيه. اختي بعتت لي مبلغ، ولو ان كل ده جه متاخر ما اسعفنيش غير شهامتك. وحياتك ننسى الموضوع ده خالص. ننساه، ننساه نهائيا اذا كان ده يريحك. بس بعد ما ارجع لك المبلغ طبعا. دي واحده اجيبه لك. انت شرفت بيتنا. انا جيت هنا مره قبل كده. ما كنتش اعرفك. وتفتكر دلوقتي عرفتيني؟ انا انسان ضايع. انت بتظلم نفسك. كل انسان له عيوب. انت عارفه كل حاجه عن حياتي ومش محتاجه اشرح لك. انت انسان قلبه كبير، ولو تهيئت لك فرصه واحده هتبقى اعظم انسان في الدنيا. تقدر تدليني فين بتتباع الفرص دي؟ ما بتتباعش، بتتخلق. تعال تعال. توفيق، انت في يوم من 5 شهور طلبتني وانت رفضتيني. ما قلتلك ما كنتش اعرفك. انا بعتبر طلبك لسه معروض. متشكر، ما بحب الشوكولاتة. افتح، هتحب اللي فيها. لو ما جاتش دبلتك على مقاس صباعك نبقى نغيرها.
بابا، بارك لي يا بابا. توفيق خطبني. عظيم عظيم، مبروك يا عايده. مبروك يا ابني. اشكرك يا عدلي بيه. انا لازم احتفل بالمناسبه دي احتفال عظيم، هعزم البلد كلها، وارجو ان والدك تسمح لظروفه انه يشرفنا. ما افتكرش. بابا، جبت الفلوس لتوفيق؟ طبعا 2000 جنيه، وانا بكرر الشكر يا توفيق. لو خدتهم هضيعهم، وانا ما عنديش غيرهم. ارجوك يا عدلي بيه تاخدهم شبكه عايده ومهرها. استاذن انا بقى. توفيق، هشوفك امتى تاني؟ ما خلاص البيت بقى بيتنا. الحمد لله على السلامة يا أستاذ. محدش جه معاك؟ زي مين؟ بقالك كتير ما شرفتش، ولا حتى بتبعت جوابات. بتنسانا خالص يا أستاذ. وهتقعد معانا كتير يا أستاذ؟ مش عارف. أنا كنت خايف للنوبة تجيني النهاردة وما أقدرش أجي أخدك. إلا مفيش علاج للصرع ده يا أستاذ؟ أنا متابع مقالات حضرتك كلها ومحتفظ بكل أعداد المجلة، عامل منها مجموعة، وحافظ لك حاجات كتير، ومستعد اسمعها لك كمان. إذا لم يكن الله موجود فإن كل القيم والأخلاقيات تسقط من نفسها، ويصبح كل شيء مباح من أصغر الذنوب حتى أبشع الجرائم. خدام مثقف. أنا أولا مش خدام، ثانيا أنا أخوك. أخوك في الإنسانية. أهي دي برضو حافظها من مقالاتك. وجدي الحاج صالح أخباره إيه؟ مات؟ لسه، إنما هيموت. كل واحد هيموت، بس مش كل واحد بيورث. وتوفيق عامل ايه؟ لسه في البلد؟ في البلد، ومش هيخرج منها، اصله خطأ. اهلا يا شوقي. حمد لله على السلامة. اقدر ادخل؟ اوي اوي. جيت امتى؟ لسه واصل. دي اول مرة تزورني شقتي. انت ازاي عرفت العنوان؟ ضروري وصلك جوابي. وصلني. كنت عايز افتح قلب الانسان محايد وذكي. احمد ذكي بس مش محايد. ما لقيتش غيرك. تشرب كونياك ممتاز، المفكرين اللي زيك ضروري يشربوا. مش كلهم ومش في كل وقت. بعد اذنك. اشرب. من زمان ما شفتكش. اقعد يا شوقي اقعد. حتى لما كنت في مصر ما كنتش بشوفك. ما هو عشان اشوفك في مصر لازم ادور عليك في الكابلهات كلها.
لا يا شوقي، المرحلة دي انتهت. في تغيير كبير قوي هيحصل في حياتي. هتجوز عايدة؟ ايه اللي عرفك؟ ضروري حمزة وكالة انباء الأرماني. فعلا عايدة، قلت لك في الجواب انها رفضتني، انما حصلت ظروف غيرت كل شيء. دي ملاك يا شوقي، حاجة كده من السما. اعترف اني ما استحقهاش وخسارة فيا، انما اعمل ايه؟ بتحبني. ما تعطلش نفسك، انت دايما مستعجل. عايش السنة في يوم. كنت رحلة مديها معاد. يلا بينا. كان نفسي نقعد نتكلم شوية، لكن معلش الظروف جاية كتير. تعال معرفك عليها. أنا كلمتها عنك، اتضح إنها بتقرأ كل اللي بتكتبه أول بأول. بعد إذنك. أنا وعدتها إني ما أشربش خالص، لكن بقي صغير ما يضرش. أنت اتنازلت عن أرضك لأبوك. وكالة الأنباء ما سابتليش حاجة أحكيها لك. فعلا حصل. مضيت له على ورقة بس هاخدها منه، هيروح مني فين؟ أنا موجود وهو موجود. تبقى ما تعرفش اللي حصل. ايه اللي حصل؟ باع أرضك كلها. مستحيل. باعها لمين؟ للولا صاحبة الأوتيل. سرقة، احتيال، دعارة. كل شيء له حل، نحاول نتفاهم معاه. مش عارف إذا ما اداني حقي اللي أنا قاتله. ما كنتش أعرف إن أعصابك هتفلت منك بالشكل ده. المفروض إنك تهدى، ده إحنا رايحين لخطيبتك. أنا رايح له هو حالا. يبقى أنت مش عاوزني أتعرف على خطيبتك. محدش يقابل خطيبته بالشكل ده. العالم ما انتهاش ولسه قدامنا فرصه نعالج الموقف. اهلا وسهلا. مالك يا توفيق؟ شوقي يا اخويا. مش معقول الصحفي العظيم شخصيا في بيتنا؟ اهلا يا فندم. دي مفاجاه، كان لازم تقولي قبلها يا توفيق. أنا دلوقتي مش عارفة أتصرف إزاي. اتصرفي على طبيعتك، أحب أشوفك على طبيعتك. هي دي عايدة يا شوقي، خطيبتي المثقفة الطيبة. ما تمدحش فيا قوي، أحسن ما يصدقكش. قلبها من حرير، من عالم كله خير مصفي، عالم غير عالم الأرماني. في حاجة مضايقاك يا توفيق؟ شفت؟ شفت ذكية قد إيه؟ إيه اللي مضايقك؟ شياطين الأرض كلها اتحالفت ضدي. مش فاهمة. ماله يا استاذ شوقي؟ ما دام اتكلم عن الشياطين يبقى هو الوحيد اللي يقدر يشرح لك. في ايه يا توفيق؟ عن اذنكم. توفيق. معلش يا عايده. هتسيبنا وتمشي يا توفيق؟ ورايا مهمه لازم اخلصها وهرجع لكم. اتكلموا مع بعض، هتلاقوا كلام كتير قوي تقولوه. اتفضل. الأرماني فين؟ لسه ما جاش. بيجي امتى؟ بالليل، ما بيجيش إلا بالليل. وفين صاحبة الأوتيل؟ ست لولا. ست زفت. جرى إيه يا أستاذ؟ هي فين؟ ما تنطق. أنت توفيق. وأنت لولا. أبويا عمل فيها عملة. أنا كنت فاكرة إنك جاي تشوفني أنا. وأنت كمان ليه حساب معاكي؟ حاسب. أنا عندي كل أخباركم، كل يوم بيجي لي خبر جديد. ما تتجوزيه وتخلصينا. خديه، مش عايزينه. أفكر. اللي مش قادر أفهمه إنك تتفقي معاه ضدي. أنا؟ أيوه أنت. ضدك أنت. إزاي تقبلي تشتري منه أرض مش ملكه؟ وأنت عارفة إنها مش ملكه. مش هنقدر نتفاهم وأنت محموق كده. أنت حامي قوي يا توفيق.
أنا ضحية عملية نصب دنيئة، منتظر أعمل إيه؟ أرتين مدام ابعت لنا حاجة نشربها في البرندة. حاضر. علاقتي بوالدك علاقة شغل مش أكتر من كده، وأنا اشتريت منه الأرض. الأرض بتاعتي أنا. بس هو قال لي إنك اتنازلت عنها وراني التنازل اللي أنت ماضي. لسه ليه عنده 3000 جنيه ومستحيل أسيبه. وإيه اللي أقدر أعمله دلوقتي؟ ترجعي لي الأرض. أنا ما عنديش مانع أرجعها، لكن ده هيفيدك بإيه؟ أنت عايز فلوس مش أرض، وطول التنازل ده ما معاه. لا حطوا الفلوس ولا حطوا الأرض. الكلام ده غلط يا توفيق. لا مش غلط، انت عندك حق، بس انا لازم اخد نازل ده منه ولازم اخده النهارده. توفيق بلاش النهارده عشان خاطري، لو قابلته بالعصبيه اللي انت فيها دي جايز تغلط، وانا مش عايزاك تغلط. عايز اشوفك تاني، هستناك بكره. لا يفتر رماني في المدينه. اذا كان الكلام عن الستات الأرماني بس اللي يتكلم. بس عزيزة الهبلة يا أرماني، كانت الدنيا ليل وسكرانين طينة وترهن عليها، ومراهنة حقيرة بالشكل ده ما يكتبهاش إلا أرماني. ما قلت كانت ضلمة، وفي الضلمة كله بيتساوى. بس الحكاية دي لها بقية يا أرماني. عزيزة الهبلة جابت ولد، ويوم ما ولدته رميته في جنينة الأرماني بيه واختفت من البلد. عايز تقول ايه يا بوز الاخص؟ ها؟ الأرماني بيه رجل البر والإحسان، خد الولد ورباه زي ابنه تمام. عايز تقول إن حمزة ابني مش كده؟ حمزة مش ابني يا رضوان. أمال ابني مين يا أرماني؟ ابن عزيزة الهبلة. حلوة دي. بشويش يا جحش، ما تحرقش في جسمي كده. الواد ده عايز يقطع جلدي يا شوقي. ايوه كده. انا قايم تعبان النهارده، دماغي هتفرقع. لانك بتشرب كتير. ايوه بشرب كتير، وانت مالك انت؟ تكونش جاي تحاسبني؟ قلتلك بشويش يا جحش. انت عارف ان الولد ده بيقرا لك يا شوقي؟ بيتثقف، ولما الجحش يتثقف تبقى مصيبه. عايز تضحك؟ اسمعه لما يتفلسف. فلسف شويه يا جحش، مزج استاذك. من يومين قعد يكلمني عن الحلال والحرام من وجهه نظره، طبعا قصدي من وجهه نظرك انت اللي واخدها عنك. بطلت ايه يا واد؟ ها؟ انا تعبت. شفت يا استاذ؟ ادي نتيجه دروسك. غور من وشي. اسمع يا شوقي، انت مخك كبير، بتفكر وتكتب. صحيح بتكتب حاجات ملفوفه ما بتتفهمش، انما هو بتكتب وخلاص. أنا عايز أسألك سؤال. اسأل. في آخرة وحساب بعد الموت ولا مفيش؟ ها؟ كلمة واحدة. في ولا مفيش؟ مفيش. ولا شوية صغيرة؟ ولا حاجة خالص. صباح الخير. جيت في وقت. صباح الخير. قول لي يا أحمد، في آخرة وحساب بعد الموت ولا مفيش؟ طبعا في اخره وفي حساب، في جنه وفي نار، لان في ربنا. سمعت؟
شوقي بيقول مفيش. ما هو مش معقول الدنيا تكون سايبه بالشكل ده، الكويس زي الوحش والاتنين يموتوا ويرتاحوا زي بعض. هقول لك على سر يا شوقي، بس ما تفرحش، انا حاسس ان هخش جهنم حت. بحس بصهد النار طالع على وشي من دلوقتي. انت يا احمد طبعا هتخش الجنه وتنساني، هتنسى ابوك الغلبان. انا بدعي ربنا ليل ونهار يسامحك ويغفر لك. صحيح يا احمد، من كل قلبي. انا عارف انك بتحبني، ابني الطيب الصغير هو الوحيد في ولادي اللي بيحبني. طلباتك ايه يا احمد؟ انت ما بتجينيش الا بطلب، وانا مستعد انفذ لك اي طلب النهارده. جدي حاج صالح مستنيكوا النهارده قبل صلاه الجمعه، انا كلمته وهو وافق انه يصلح ما بينك وبين توفيق. لا يا شيخ، وهيستحملنا؟ ده راجل عجوز. ما احنا هنحاول ما نتعبوش. وتوفيق هيرضى يجي؟ ها؟ انا كلمته وهو مستعد ينفذ اللي يحكم بيه الحاج صالح. على فكره يا شوقي، جدك سأل عليك، صعبان عليه انك ما رحتلوش من يوم ما جيت. هنروح له كلنا، عيلة الأرماني كلها. تفضل. حلاوتي بابا. كان لازم نقلع الجزم واحنا داخلين. انت ظاهر ناسي ان احنا بيت جدي. يا خبر، انا كنت ناسي انك انت واحمد من ام واحده. الظاهر ان مخي ابتدى يتهود. بيتي ما عادش بيريحك يا شوقي، معلش انا عذرك، قلبك قلقان مش عارف ترسي على بر، وهو ده اللي بيعذبك. مسكين يا شوقي. ازيك يا ارماني؟ الله يخليك يا عمي ويحفظك لينا ويطول في عمرك. بابا اتفضل استريح. استريح؟ استريح ازاي يا احمد؟ انا ما اقعدش لما الحاج يؤمر. اقعد استريح يا رماني. حاضر يا عمي. انت زي ما انت يا رماني، ما تغيرش فيك حاجه. لا والله اتغير كتير يا حاج، الا التزامي بالاصول دي ما تتغيرش فيا ابدا. اعتبر نفسك في بيتك يا ابني. الله يعمل بيتك يا حاج. انا متاسف يا عم الحاج للتاخير، اصل كنت عند عايده خطيبتي هي اللي اخرتني. على فكره يا شوقي، عايده سالتني عليك وعزمك على الغدا. ادي توفيق يا حماه يا العزيز، ابني الجاحد المفتري، ابني اللي داير في البلد يشوشر عليا ويهرف سمعتي قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. البداية غلط يا أرماني، دي بداية حرب مش صلح، واحنا مجتمعين للصلح. كان لازم تسلم على ابوك يا توفيق. انا ما احطش ايدي في ايده غير لما حاسبني بالعدل ويديني حقي. عدل؟ انت بتتكلم عن العدل؟ ولما انت ليك حق ما بتروحش المحاكم ليه؟ لانه ملوش حاجة عندي. تصدق انت يا حاج ان انا اكل حقه؟ أنا يا أحمد آكل حقه؟ أنا يا شوقي آكل حقه؟ طول ما أنت بتمثل التمثيل الحقير ده عمرنا ما هنتفاهم. سمعت الإهانة دي يا حاج؟ يا جماعة يا جماعة اهدوا كده وصلوا على النبي، ادوا فرصة لجدي يتكلم. جدك ساكت ما بيتكلمش. على كل حال أنا عندي المساندات اللي تثبت إنك مالكش حاجة عندي. أوراق كلها عمليات نصب. شاهد يا حاج؟
شاهد بيقول عليه ايه؟ ايوه نصاب. انا نصاب؟ شاهد يا حاج، شاهد ابني بيقول عليا نصاب. انت قابلت انك تيجي هنا عشان تمثل قدام الحاج مهزله رخيصه. انا كنت فاكر انك هتحترم وجوده وتبقى انسان مره. غلط. تبقى انسان مره واحده في حياتك وتعترف باللي عليك. مالكش حاجه عندي. عليك 3000 جنيه. كداب في اصل وشك. انا اللي كداب. ولما انت ليك حاجه عندي مضيت على التنازل ليه؟ ها؟ ثم تعالى قول لي ايه اللي وداك اللوكاندا؟ ما كانش ناقص غير اللوكاندا عشان تفضحني فيها؟ طب يا اخي استحي شويه. ان حطيت رجلك فيها تاني هقطع خبرك. فين الست؟ اهي. مع السلامة. كنت متأكدة انك هتيجي. في حاجات حصلت وجاي ياخد رأيك. انت باين عليك تعبان، عامل زي اللي كان بيحارب. تعال اغسل وشك واشرب معايا فنجان قهوة واتكلم بعدين على كيفك. قدامنا النهار بحاله. وقفت ليه؟ مالك؟ أنا مش فاهم إيه اللي حصل لي من ساعة ما شفتك. فيكي شيء غريب، شيء زي السحر. أنت العاطفي وحساس، وكنت محتاج اللي يفهمك، وأنا فهمتك، وهتتغدى معايا النهارده. لا، بلاش النهارده. خطيبتي مستناني على الغدا. انت بتحب خطيبتك؟ هي بنت طيبه قوي وبتحبني. ما دام ما بتحبهاش يبقى هنتغدى سوا. شوقي اخويا مستنيني هناك كمان. خليها تتغدى مع شوقي اخوك. احنا اتواجدنا في عالم غريب يا عايده، عالم ملوش منطق ولا تفسير. الانسان بيتوجد فيه عشان يتعذب وبعدين ينتهي زي أي حشرة. من المستحيل في عالم زي ده وجود نظام شامل يلغي تعاسة البشر بضربة واحدة ويضمن لهم السعادة. ده كلام إنسان يائس. عشان كده قررت إن يكون ليا نظام الخاص بيا. مش ممكن إلا إذا كنت هتعيش في عالم خاص بيك. فعلا أنا بحاول أخلق العالم الخاص بيا. والعالم ده هيكون كله سعادة، مفيش منغصات، لا مرض ولا عجز، مفيش موت. لا، في كل ده، بس بيمتاز بحاجة واحدة. إنه خيالي. إنه واقعي جدا. يهمه السعادة في الأرض، ما يهموش ما بعد الموت. ده يبقى عالم فظيع، ولو عرفت توصل له أكيد هتعيش فيه لوحدك. بيتهيألك العالم اللي أنا بتكلم عنه هو نفسه اللي أنا وإنت عايشين فيه دلوقتي. مالنا احنا وما اللي هيحصل بعد ما نموت؟ توفيق ما جاش. انت منتظره توفيق؟ الساعه بقت 4. توفيق مش هيجي. ازاي؟ ايه اللي عرفك؟ انت لازم تعرف حاجه مخبيها عليا. فعلا أعرف حاجة مخبيها عليكي. أعرف توفيق. مش فاهم. توفيق ما بيحبكيش. أنا مش طالبة منه يحبني، كفاية إن أنا أحبه. ولا أنت بتحبيه. أنت غلطان. أنا بحب توفيق وحافظة أحبه. أنا متأسفة إذا كنت أخرتك على غدا. اتفضل نتغدى. إيه أنت الجمال ده؟ إذا كان الإنسان ما يتمتعش بيه. ابقيتني هنا دايماً، ويوم برفض شيلني وهاتني غصب عني. حرام أفضل في السجن اللي أنا فيه. نفس اللوكاندا ونفس الناس ونفس الخلق.
شاوري إشارة صغيرة وأنا هاخدك على أي حتة تحب تروحيها. يمكن في يوم أعملها. إمتى يا لولو؟ مش عارف، إنما جايز في يوم أدور عليك وأقولك تعالى خدني يا توفيق وإهرب بيا. وليها يا لولو؟ ما تستعجلش، مش خسارة الوقت اللي بيضيع. توفيق، أنت حبيتني؟ طبعا. يعني مستعد تسيب خطيبتك وتتجوزني؟ أنا مستعد أقتل عشان أتجوزك. أهي مجنون، عيلة كلها مجانين وأنا بحب المجانين. يا لولا ما نزلتش ليه؟ القعدة ملهاش طعم من غيرها. أنا هطلع أشوف مالها. اقعد يا رماني، ما تتعبش نفسك، مش هتلاقيها. هتكون فين يعني؟ ما تنطقوا في ايه؟ جراها حاجة؟ ما تتكلموا. اصلها بصراحة بقى عايشة قصة غرام جديدة. كذاب، لولا مش بتاعة غرام. الكلمة دي ممسوحة من قاموسها. انت لسه عرفت حاجة؟ ما خافيك انا اعظم. وايه هو الاعظم يا بوز الاخص؟ ها؟ انت عارف بتحب مين؟ لا مش عارف بتحب مين. بتحب توفيق. توفيق؟ توفيق مين؟ ابنك. ابني؟ وهي معاه دلوقتي، هتبقى المره الجايه امشي وراها وانت تشوف بنفسك. ويمشي ورايا ليه؟ لولا كنت فين يا لولا؟ ها؟ زي ما قال مع توفيق. توفيق مش عاجباه لمتكوا هنا كل ليلة، وأنا كمان ابتديت أقرف منكوا. بتشبهوني وبتشبهوا اللوكاندا. الأوضة دي هتتقفل، مش عايزة أشوف حد منكوا هنا. اتفضلوا. بتطردينا؟ أيوه بطردكوا. دي إهانة يا ست لولا. أنا ما اسمحش انطرد بالصورة دي. هنخرج نروح فين دلوقتي؟ على رأيك هنروح فين؟ وأنا كمان يا ست لولا. وأنت يا عنوم. صحيح يا لولا، صحيح بتحب توفيق؟ شيء ما يخصكش. يعني مفيش أمل يا لولا؟ أمل في إيه يا أرماني؟ اتجوز. ده ولد مجرم ملولة، ده ما بيفهمش في الحب أبدا. أنا بحبك يا لولا، بحبك ومستعد أكتب لك كل اللي ورايا واللي قدامي. وفر فلوسك لنفسك يا أرماني، تبقى تنفعك لما تموت. مع السلامة. حاضر يا لولا. اتكلم في وقت تاني. طيب يا توفيق الكلب، مش هفوتها لك، والله ما انا هفوتها لك. كلمتها بالتليفون مش بعيد تقفل السكة دي، ما بترحمش. ولا حمزة هكتب لها جواب. مادام فتح المعركة في الجبهة دي أنا هستخدم كل الأسلحة. هات ورقة وقلم يا ولا، أنا مش هخليه يتهنى بيها أبدا. ما تتحرك يا جحش. ما عندناش ورق. ايه؟ هات قلم. ولا قلم. ياه، فين شوقي؟ نايم في اوضته. تحب اصحيه؟ لا مش عايز اقعد، هكلمها في التليفون. هي بتعبد الفلوس وانا هحرق قلبه بفلوسه. الو. ما تزعليش مني يا لولا. ده وقت كلام يا أرماني. ده مش كلام،
ده شغل. شغل؟ ابقى كلمني الصبح. دول 3000 جنيه يا لولا، ربح صافي. وهيجوا ازاي دول بقى؟ دول محطوطين في ظرف اصفر وهختمه بالشمع الاحمر. تلاقي الظرف تحت مخدتي، تمد ايدك تاخديه. هي زيارة واحدة يا لولا، مش طالب منك أكتر من زيارة واحدة. نتعشى سوا وتمدي إيدك تحت مخدتي وتاخدي الظرف. 3000 مفيش مكان اروح فيه الا ولاك فوق دماغي زي الكابوس. انت عايز ايه؟ حاسس ان حضرتك هتحتاج لي في اي لحظه. انت عندك حاجه عايز تقولها؟ عايز تقول ايه؟ ابدا، بس يعز عليا ان الميه تنشف قبل ما استاذي يشرب. ميه ايه واستاذ ايه؟ ما تتكلم دغري. تلات آلاف جنيه في ظرف تحت المخدة، لو جات لولا تاخدهم في زيارة واحدة. اضرب بقى 3 في 10، لأن طبعا اللي تيجي مرة تيجي 10، يبقى مش هيفضل حاجة. ده شيء ما يخصكش. بس يخصك أنت. شوف شغلك أنت وبس. امشي. صباح الخير يا شوقي. اهلا عايده، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضلي. انت ما بتزورنيش ليه؟ بتقلد توفيق؟ محدش يعرف يقلد توفيق. انا تعبانه يا شوقي، عشان كده جيت اتكلم معاك. نتكلم في ايه؟ حصل مره اني قلت لك رايي في توفيق وانت زعلتي مني. ما زعلتش، انا قلت لك اني بحبه بالرغم من كل اللي بيعمله. أنا عارفة إنه دلوقتي مع صاحبة الأوتيل وما عادش قادر يفارقها ثانية. أنا ما تصورش واحدة تحب واحد وتسيبه لواحدة تانية ببساطة. هستناه. هستناه لغاية ما يزهق منها ويرجع لي. هتكوني كبرتي وضاعت مني كل فرص السعادة. أنت ما بتحبش توفيق يا شوقي. انت اخوه لكن ما بتحبوش. مفيش في الدنيا سبب واحد يخليني احب اخويا لمجرد انه اخويا. انما اذا حبيت واحده زيك هلاقي 100 سبب معقول. اطلع يا قصه. مفاجأة مش كده؟ مش قادر اقولك تتفضلي. مستعجل؟ شقتي احقر من انك تدخليها. بس انا دخلتها قبل كده. انت نسيت؟ بحاول انسى لكن انا مش ممكن انسى. مش ممكن انسى اليوم اللي اكتشفت فيه انبل واعظم انسان عرفته. اليوم اللي حبيتك فيه. انا ما شفتش اي حاجه في شقتك المره اللي فاتت. ما فيهاش حاجه تستاهل تشوفيها. شقتك ملخبطه قوي يا توفيق. لو ترتبت ما تبقاش شقتي.
طبعا انت بتسال ايه اللي جابني. جيت يا سيدي اولا عشان اشوفك، اصلك وحشتني قوي، بقالك كتير ما بتزورنيش، مش عارفه مقاطعني ليه. انا متاسف الحقيقه، انا مش عايزاك تعتذر لي، ضروري في اسباب بتحوشك عني، وايا كانت الاسباب دي انا مش هزعل. انا كنت جايه لك لسبب تاني كمان، جاي اطلب منك خدمه. سمعنا انك هتسافر مصر، ففكرنا نبعت معاك حاجه لعمتي، 2000 جنيه، والعنوان في ورقه مع الفلوس. ما تبعتيهم عن طريق البنك، يتهيألي ده انسب. انت قرب لي من البنك. بس انا مش مسافر دلوقتي، اجلت السفر شويه. خليهم معاك، ويوم ما تفكر تسافر هيكونوا جاهزين وياك، واوعدك ما اطلبش منك اي حاجه تاني غير ان اشوفك. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. 3 أيام يا لولا. كنت فين؟ على البحيرة. إياك مع المجنون إياه. يلا، مجنون مجنون زي بعض، مادام بيحبك وأنت بتحبيه. ما بحبوش. طب وزعلانة ليه؟ ارتاحي شوية يا حبيبتي، على بال ما أعمل لك لقمة تاكليها. منيرة. نعم. شوفي لي رضوان. رضوان؟ هتلاقيه في المدرسة.
اشمعنى؟ خليه يتصل بالشله كلها، الاوضه هتتفتح لهم تاني. ايه يا لولا اللي بتقوليه ده؟ عايزه توفيق يجي الاقيهم هنا. طيب يا حبتي يا لولا، بس قولي له ما يجيبش القرماني، انا مش عايزه فضايح هنا في الاوتيل يا مولى. ايش قلت لك؟ وحياتي النبي حبتي. ايه اللي جابك يا ابو زليخس؟ ايه راحت له؟ ما تنطق. حاضر، ما راحتش، هتروح له. عاملين ترتيبات. ايه هي الترتيبات؟ ثلاث خبطات على باب الصالون الصغير، اصله خايف منك وهي كمان خايف. هتروح له امتى؟ ما تتكلم، ما تنطق. بكره بالليل الساعة 10. غور من وشك. طيب غور. يا احمد. نعم. سي توفيق اخوك بره. خليه يتفضل. اهلا. اهلا. متاسف يا احمد، انا جيت لك من غير ميعاد. ما حد يا توفيق، ده انت اخوي. انت فين يا راجل؟ بقالي كام يوم مش عارف اتلم عليك. اسمع يا احمد، المكان هنا ضايق قوي، انا حاسس اني مخنوق. تعال نطلع في الهوا بره. الموضوع ببساطة إن أنا راجل ند حقير، ودي حاجة مش جديدة عليا، بس ما كنتش متصور إن أنا أوصل للدرجة دي من عدالة. مفيش داعي تهين نفسك يا توفيق. أنا سرقت يا أحمد. إيه؟ أيوه سرقت. وسرقت مين؟ عايدة. أنت ضروري سكران. من كام يوم أدتني 2000 جنيه عشان أوصلهم لعمتها في مصر. ما وصلتهمش. بعزقتهم على لولا. شفت يا أحمد أنا وصلت لفين؟ أسرق فلوس عايدة عشان أصرفها على لولا، وكل ده بسبب أبوك. لو إداني حقي ما كانش ده حصل. تعرف هيعمل إيه بالفلوس يا أحمد؟ عرضهم على لولا عشان ليلة، ليلة واحدة ب3000 جنيه بتوعي. ومين قال لك على حكاية لولا دي؟ وكالة أنباء الأرماني. حمزة، أنت العقل اللي فينا يا أحمد، قول لي أعمل إيه؟ مسألة تعقدت بشكل رهيب. تعرف يا احمد لو ابوك اقنع لولا انها تروح له انا هعمل ايه؟ هقتله. توفيق بشرفي هقتله. طب اهدى بس، اهدى اهدى شويه. انت مستحيل تقتل مهما كان السبب. انت تعمل اي حاجه الا انك تقتل. ومين؟ ابوك. على كل حال مش هو ده الموضوع اللي انا جاي لك عشانه. انا عايزك تروح لعايده يا احمد. اروح لها اقول لها ايه؟ اللي حكيته لك دلوقتي. قول لها ان انا راجل جبان ما استحقهاش، واشكر قدامها في شوقي. قول لها ان شوقي هو الانسان المناسب ليها، خليها تحبه. انت جننت يا توفيق. عايده بتحبك انت. ما بتحبنيش، بتحب البطوله اللي اتوهمتها فيا. بترد لي جميل. عايده ما تنفعنيش. لولا هي اللي من نوعي، اخبط فيها تخبط فيا، هي دي اللي تنفعني. الكلام ده ما اقدرش اقوله ابدا يا توفيق. ارجوك يا احمد. ارجوك انت. اعفيني من المهمه دي. بلاش بلاش تقول لها حاجه. أنا هكتب لها جواب. ما تتكلمش أنت. إديها الجواب وإديها دبلتها من سكات. أنا جهزت كل حاجة يا لولا، والظرف جاهز تحت المخدة. جدع يا أرماني، بس أنا مش قادر أجي الليل. ليه يا لولا؟ ده أنا هتجندن. طيب، يبقى بكرة. ولا بكرة كمان. الله، أمال إمتى هتيجي؟ بعد بكرة. على كيفك يا لولا، برضو الساعة 10 وزي ما اتفقنا، ثلاث خبطات على باب الصالون الصغير. مش هفتح غير لما تخبطي ثلاث خبطات. ها؟ حاسب لك باب الجنينة مفتوح، تزقيه ينفتح. الله، خلاص فهمت. طيب طيب، ما تزعليش. تصبحي على خير. انت واقف هنا من امتى يا جحش؟ من بدري يا سعاده البيت. وايه اللي جابك؟ سعادتك ناديت لي. انا ناديت لك؟ انا ناديت لك يا ابن الهبله. ايه؟ اهلا 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 اهلا
اهلا كنا ضاعنا غيرك يا ست لولا. ما قالش عليها تسيبنا. ده الحرمان يا عيني هو اللي ضاع. امال هتعملوا ايه لو سبتكم في يوم من الايام ومشيت؟ تمشي؟ تمشي ازاي؟ تروحي فين؟ انتوا عارفيني هوائيه ومجنونه ويمكن ما امشيش. حاجه واحده عايز اسمعها منك يا فندم. انت وعدتي يا ابويا تروحي له البيت. دي حاجه تخصني انا وحدي بس. وتخصني انا كمان. لو حبيت اروح له هروح له. انا مش مصدق. مستحيل انت تعملي كده. تعرفي لو رحتي له هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هقتله. فول اس. انا اذنكم. رايح فين؟ لا عشا كويس عشا كويس عشا على الورق ده. الله تحت امرك يا فندم. رايح فين يا استاذ توفيق؟ لولا فين؟ لسه خارجه. راحت فين؟ ما قالتش. انا هعرف ازاي اسحقه. هدوسه برجليا. انا جبته في الدنيا وانا اللي همسحه منها. وانت كمان، انت كمان ما بتحبنيش، بتحتقرني. بصلي بصه فلسفيه من فوق. ثم انت ايه اللي جابك؟ انت جاي لي من مصر عشان تقعد على انفاسي وتراقبني؟ عايزين مني ايه؟ ها؟ عايزين توريثوا مش كده؟ يا اخي ده بعدكم. انا عندي 57 سنة واعد لكم 57 سنة تانيين. وقبل ما يجي اجلي هيكون اخر قرش راح لاخر ست شفتها في اخر ساعة في حياتي. تضحك علي يا ابن عزيز الابدا؟ ها؟ تضحك على ايه؟ غور من وشي. رايح فين يا التوفيق؟ اوعى من وشي. التوفيق اهدى بس. بقول لك اوعى. اي الحقني يا شوقي، جاي يقتلني. الحقوه ولا يا حمزه. دافع عني يا شوقي. طلع ياخد الفلوس. الحقوه امسكوه. ادي اخر التعب فيك يا سي توفيق. اطلبوا النيابه. تعرف لو كانت هنا هتكون اخر ليله في عمرك الليله دي. اللي بتعمله ده ما يجيبش نتيجه. هي ما جاتش يا شوقي؟ لا ما جاتش. ولا يا حمزه، هي نمره البوليس كام يا ولا؟ مفيش داعي تعمل شوشره وتفضح نفسك. هو خلاص مشي. ولا يا حمزه، تكونش جت بصحيح، تكونش دخلت واستخبت في اي حته. ما شفتهاش يا شوقي؟ اهي اهي دي بصتك القذره اللي بتكلم عليها. او انت بالبصه دي بتحتقرني. اذا لم يكن الله موجود فإن كل القيم والأخلاقيات تسقط من نفسها ويصبح كل شيء مباح، من أصغر الذنوب حتى أبشع الجرائم. كلامك حلو قوي يا أستاذ. اهلا اهلا يا احمد، جيت في وقتك. في مفاجاه هايله مش على بالك. صحيح. تفتكر مين هنا؟
مش عارف. تعال. هي يا لولا أروع إنسانة ممكن تشوفها في حياتك. شوف قد إيه حلوة، ولو تعرفها هتلاقي قلبها أحلى بكتير. تعال سلم عليها يا أحمد. أحمد الأرماني الصغير، كان دايما نفسي أتعرف عليك من كتر ما سمعت عنك. ما تعرفش يا أحمد قد إيه لولا طيبة. كنت متأكدة إني هقدر أتفاهم معها على كل شيء. شرحت لي كل حاجة، سلمتني مفتاح السعادة. شايف يا أحمد ضحكتها؟ أنت بتدلعيني قوي يا عايدة، وأنا ما استحقش ده كله. أرجوكي ما تقوليش كده، أنا سعيدة إني شفتك، وسعيدة إنك جيت يا أحمد، عشان تعيش معايا أجمل ساعة في عمري. الحقيقة أنت بتديني أكتر من حقي، وخايفة لأكون استعجلتي في الحكم عليا. أنا مهما قلت مش هديكي حقك. إيديكي الجميلة دي هي اللي منحتني سعادة ورجعت لي حياتي. ما يصحش تبوسي ايدي قدام احمد، انت بتكسفيني بالشكل ده. مش قادرة، مش قادرة اعبر لك عن فرحتي بيكي. خلاص يا احمد، لولا هتسيب توفيق عشان يرجع لي تاني. مش مظبوط، انت فهمتيني غلط. ده كلامك انت، انت قلتي كده. مش قلتلك فهمتيني غلط؟ انت وعدتني يا احمد، وعدتني ترجعلي توفيق. جايز اكون وعدتك من شوية، بس اللي حصل دلوقتي اني غيرت رأيي. قلت لنفسي يا لولا انت حبيتي توفيق ليلة بحالها، يوم ما كنتم سوا على البحيرة، مش جايز تحبيه تاني حب كبير يستمر طول العمر. طب ساعتها تعملي ايه يا لولا؟ لقيتني مش هقدر استغنى عنه. من شوية كنت بتتكلمي بطريقة تانية خالص. من شوية جايز، لكن احنا دلوقتي وبعد شوية مش عارفة هعمل ايه. مش ممكن، مش ممكن يا احمد. من حق، انا مديونة لك ببوسة ولازم ارجعها لك، تسمحي؟ متأسفة يا حبيبتي، غيرت رأيي، ما اقدرش ابوس ايدك. سافلة ملعونة. بس بس اهدي يا عايدة، بس اهدي اهدي يا عايدة. كان لازم انتظر ده من واحدة زيك، واحدة بتبيع نفسها للرجالة. انا اللي ببيع نفسي؟ انتي نسيتي انك رحتي شقة راجل ما تعرفيهوش عشان فلوس اسمه توفيق. يا ترى كنت رايحة للبيع ولا للعرض فقط؟ لا 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 توفيق لا. ليه يا لولا؟ ليه عملتي كده؟ مش عارفة، مش عارفة عملت كده ليه. أسفة اتأخرت عليك، أصلي تعبانة شوية. باين عليكي. مالك؟ أحمد قابلك النهارده؟ لا، حصل شيء جديد؟ ما حصلش حاجة، مفيش غير من صاحبة الأوتيل كانت هنا. لولا؟ إيه اللي جابها؟ إيه اللي خلاها تواجهك؟
الظاهر انه كان لقاء عاصف. اثاره باين على وشك. قصارى كنت احب اسمع التفاصيل، لكن القطر هيفوتني. مسافر؟ حالا. ليه؟ انت ما قلتليش انك مسافر النهارده. مستحيل تكون اتصورت انها هقضي عمري كله هنا. ما خطرش في بالي ابدا انك هتيجي في يوم تسيبنا. ده لانك ما فكرتيش فيا ابدا. قولي لي باختصار ايه اللي حصل بينك وبين لولا؟ توفيق انتهى بالنسبه لي يا شوقي. ما عدلوش في قلبي غير شعور تافه بالشفقه. مؤكد هيجي يوم اكرهه قد ما كنت بحبه. لأول مرة أسمعك بتتكلمي عن الكره. توفيق أهني يا شوقي. أهني إهانة عمري ما هنساها. معاد القطر قرب وحمزة منتظرني بالشنطة في المحطة. أنا في محنة يا شوقي وأنت عايز تسيبني وتمشي حتى من غير ما تساعدني بكلمة. عايزة رأيي النهائي في القصة كلها. أنت بتحبي توفيق. بتحبيه بجنون لسبب واحد، هو انه بيهينك، وعلى قد ما هيذلك هيزيد حبك ليه. ولو في يوم اتصلح حاله وعاملك بلطف هتديله ظهرك. عن اذنك. ولا حمزه، حمزه انت يا جحش. ما بتردش ليه يا جحش؟ ها انت بتزعل يا واد لما بقول لك يا جحش؟ طب ما تزعلش، تعال حرقيه حمار. يلا قول لي يا حمزه، هو شوقي سافر أكيد؟ يعني شفت بعينك القطر ماشي؟ حلو، يبقى البيت خلي والجو راق. نفسي أقابلك يا توفيق بكرة وأشوف وشك لونه إيه. هحرق قلبه الليلة دي. أنت ما شفتوش يا حمزة؟ هشوفه فين؟ ربنا يشغله عنا الليلة دي. حافظ الترتيبات كلها يا حمزة، مش ناسي حاجة؟ تخلي ودنك معايا، ها؟ مالكش دعوة بالباب، ها؟ هنزل ارتاح شوية. ايه مالك؟ عشان ما اروحش في النوم بالليل. انزل ارتاح لك ساعة. الله يخرب بيتك يا ابن عزيزة الهبلة، ما لقيتش غير الليلة دي تنصرع فيها؟ إن شاء الله تموت يا شيخ. أستاذ توفيق، الست لولا مش موجودة. هي راحت فين؟ والنبي ما اعرف يا توفيق. كلمي احسن لك. راحت للعرماني؟ لا انطقي. راحت على البحيره مطرح ما كانت وياك. انا عارف هي فين، والله ما انا عارف. سيب ايد الهول، سيب ايد الهول. رايح فين يا مجنون؟ رايح فين يا توفيق؟ بتعمل ايه عندك؟ بطل على حمزه. سيبه يتضايق. كل حاجه تمام؟ كله تمام يا بيه. هتنام ازاي يا عبده؟ ودني معاك يا بيه. اوعى تغفل عليا يا عبده. اطمن يا سعادة. حلاوتك.
لولا. عبدو عبدو عم عبدو. انت واقف كده ليه؟ تعالى تعالى يلا. الله مالك يا توفيق؟ في ايه؟ ما تتكلم. خلاص يا لولا، توفيق هينتهي قبل طلوع الشمس. بتقول ايه؟ وما عادش هيقف في سكتها. ايه اللي بتقوله ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه ده يا توفيق؟ بتعمل ليه كده؟ تقول كلام فارغ وبعدين تعيط؟ متأسف، شوية دموع كانوا محبوسين وخلصوا. أنا بحبك يا توفيق، يلا نهرب نروح أي مكان تحبه. أنا مش قلت لك إن يمكن في يوم أعملها؟ أهو جه اليوم. على العموم أنا عارفة إنك متوحش وهتضرب مراتك. أنا راضي. يلا خدني. خدني يا توفيق. يلا نروح بعيد. يا ريتك قلت الكلام ده قبل كده بساعة. ساعة واحدة. ليه؟ ناوي تنتحر؟ يلا روح انتحر، بس الأول تعالى أما أرقص لك، تعالى، يلا.
توفيق الأرماني، اتفضل معانا. ايه اللي حصل؟ في ايه يا توفيق؟ مش قلت لك خلاص؟ حصل ايه؟ في ايه يا توفيق؟ عم عبده يا لولا، عم عبده ضربته على دماغه بايده الهون قتلته. عبده ما ماتش، انت قتلت ابوه. لا، ما قتلتش ابويا. انا ما قتلتش ابويا. صدقوني. صدقيني يا لولا. توفيق مظلوم. انا السبب. سيبوه. سيبوه. سيبوا توفيق وخدوني بداله. خدوني بداله. توفيق مظلوم. احمد، ما تيأس يا توفيق، الحقيقه هتظهر في النهايه رغم كل شيء. شفت لولا؟ شفتها في النيابه امبارح. نيابه؟ بتعمل ايه في النيابه؟ بياخدوا اقوالها. هي ملهاش دعوه. معلش، هي ملهاش دعوه، دي اجراءات. روح لها يا احمد، خليك جنبها، قول لها ما تعذبش نفسها، هي ملهاش ذنب في حاجه. هروح لها، بس انا عايزك انت تطمن. احنا بعتنا نوكل محامي كبير قوي في مصر متخصص في الجنايات، واكيد هيثبت براءتك. رايك اني بريء يا احمد؟ انا ما شكتش لحظه في براءتك، انت ما قتلتش. اشكرك يا احمد، ريحتني، كنت خايف لا تشك لحظه فيا. تفتكر مين اللي قتل؟ مش عارف. أنا فكرت كتير، ما بطلتش تفكير من ساعة ما اتقبض عليا، ما قدرتش أعرف. شوقي فين؟ ما جاليش ليه؟ شوقي في مصر، النيابة بعتت له عشان تاخد أقواله. ما كانش موجود. هيقول إيه؟ ما هو ما كانش موجود. إذا لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح، حتى الجريمة. مش ده كلام شوي؟ كلام سخيف، كلام يقوله جزار عشان يزود سعر اللحمة. عارف يا أحمد، أنا بحس إن ربنا بيعذبني في الدنيا عشان شايل لي فرحة كبيرة، فرحة كبيرة قوي في الآخرة، لأني بحبه وهو عارف. مفيش مرة عملت فيها ذنب ولو صغير إلا وكنت بتعذب، وبطلب منه إن يغسل الذنب ده عني. الزيارة انتهت. ما تنساش تروح للولا يا أحمد. طمنها يا أحمد، قول لها إني مبسوط في الحبس. مع السلامة يا أحمد. طلع الشنطة دي فوق. الآنسة عايدة من فضلك. لها مين؟ شوقي.
الأرماني. الحمد لله على السلامة يا أستاذ. البقية بحياتك يا أستاذ. عملها يا أستاذ، عملها. مين اللي عملها؟ مين؟ توفيق عملها. ما كنتش أصدق إن يجيله قلب يمد إيده على أبوه، إنما عملها. وشوف عمل فيا إيه. أنا استحق ده كله منه. ده أنا مربي بس على خلاص قلب. في أكل في البيت؟ نجهز يا أستاذ، نجهز. طيب طيب أيوه. ما بتردش ليه؟ أنت جيت إمتى؟ وقفلت السكة ليه؟ أنا متأسف إني أزعجتك. حبيت أكلم حد فطلبتك. وأنا كنت منتظرك بفارغ الصبر. هتفوت عليا دلوقتي؟ ما أظنش. ليه؟ مش عايز تشوفني؟ أنا في محنة يا شوقي ولازم أقابلك. أنا عايز أفضل لوحدي. عايز أفكر. بعد إذنك هقفل السكة. الأرماني الكبير مات. حضرت الجنازة يا شوقي؟ أنا كمان ما حضرتهاش، إنما قعدت تخيلتها. شفتها جنازة طويلة أوي ما فيهاش ولا راجل، كلهم ستات. شفتهم ماشيين في الجنازة يغمزوا بعينيهم ويطرعوا البان. اللي بيتحكم عليه بالإعدام بيعملوا له جنازة يا شوقي. ما اعرفش. حتى لو كان مظلوم. انت قتلته؟ لا ما قتلتوش. امال بتسأل على جنازة الاعدام ليه؟ من باب الاحتياط. بيقولوا ان تحقيقات النيابة قلت كلها. قلت لك ما قتلتوش. لولا هتبقى جميلة قوي في الفستان الأسود. كل شيء عليها بيبقى له معنى. رايح فين يا شوقي؟ لسه بدري. خليك معايا شوية. أنا محتاج حد معايا. حد يفضل معايا. أنا محتاج لكم. محتاج لكم. أحمد، في إيه يا شوقي؟ لازم في حاجة جابتك. أبدا، أصل قاعد لوحدي، البيت واسع ومليش أصدقاء هنا. وليه ما بتروحش العايدة؟ بروح لها ليه؟ انت بتزور توفيق؟ ازوره. حشرة حقيرة سممت حياتنا. مين؟ توفيق؟ توفيق بريء وانت عارف. واعرف منين انه بريء؟ انا مش قاضي، في قضاء يحكموا اذا كان بريء ولا مش بريء. احنا لازم نساعده. توفيق ما قتلش. امال مين اللي قتل؟ مين اللي قتل يا احمد؟ انت. ايوه انت، بطريقه غير مباشر. انت بتتهمني انا يا احمد؟ وهقول لك حاجه كمان، انت بتعذبك فكره انك قتلت ابوك، عشان كده عايش في وحده مخيفه، عايش في قلق عصبي. انت بتخرف. اسمع يا اخينا، انت انا مش عايز اشوفك تاني. انت اللي جيتني. انت من سكه وانا من سكه،
ولو شفتني في مكان ما تبصليش، فاهم؟ شوقي مالك يا شوقي؟ انت جاي منين؟ من انت بتعملي ايه هنا؟ مستنياك. بتهرب مني ليه يا شوقي؟ انت مش عارفه ان البيت ده مليان قتله وسفاحين؟ كان لازم اشوفك. تشوفيني ليه؟ ها؟ تشوفيني ليه؟ انت عيان يا شوقي. تشوفيني ليه؟ انا مش خطيبك. ما بقاش خطيبي، وارجوك ما تجيبش سيرته تاني قدامي. أنا ما رحتلوش السجن لغاية النهاردة، لكن مستعدة أروح له وأقول له بصراحة إني بحب شوقي. أنت الظاهر ما بتحبيش غير القتلة والسفاحين. أنا فعلا كنت بحب واحد من النوع ده، بس دلوقتي برضه بتحب واحد من النوع ده. أنت مش طبيعي النهاردة يا شوقي، اللي يشوفك ويسمعك يقول إنك قاتل، مش كده؟ قوليها 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 أنت كمان، قولي انها اللي قتلت ابويا. انا هروح ابعت لك دكتور. لا طمني، انا مش عيانه، انا حبيت اخوفك. شوف يا عايده، في احتمال انهم يتهموني بقتل ابويا ويحاكموني. مستحيل. كل شيء محتمل. هو اللي قتل، كل الادله ضده. أنا عندي دليل بخط إيده على إن هو القاتل. صحيح صحيح يا عايدة، الدليل ده معاكي؟ طبعا، وما يقدرش ينكره. توفيق ما يقتلش، ده اخويا وانا عارفه، يبقى مفيش غيره. ايوه هو اللي قتل ابويا. بكره المحاكمه يا شوقي. عايده معاها الدليل وبخط ايده، هي مش قالت كده؟ تمام، يبقى توفيق اللي قتل. امال انت خايف ليه بقى؟ أنا مش خايف. لا خايف. يمكن. شفت ازاي؟ طب أعمل إيه؟ تتكلم معاه بصراحة، تشيل العقدة وتنهي الموضوع. أقول له إيه؟ تسأله بوضوح، أنت قتلت ولا ما قتلتش؟ انت خايف يا شوقي، خايف لا يقول انه قتل وبسببك، خايف لا تواجه الموقف. انت صاحب نظريات لكن مش صاحب مواقف، انت جبان. صاحب نظريات انما جبان. طب اعمل ايه؟ واجهه. ايوه روح واجهه. غريبة إن راجل ذكي يربط مصيره بمصير حيوان أهبل. أنا مش عارف مين الأهبل، أنت يا شوقي ولا هو؟ حتى الكلاب بتخاف على عمرها. Thank you.
مش جاي لي مزاج يا عم، انا عاوز انام. عايزك، انا عاوزك تجاوبني بصراحه ما تكدبش عليا. نوبه الصرع جاتلك امتى؟ بعد الجريمه ولا قبلها؟ انا مش عارف انت عاوز مني ايه. عايزك تجاوبني من غير لف ودوران. مش هجاوب. انا هعرف اخليك ازاي تجاوب. اتكلم. ما تخافش، انا مش حشرت ضدك ومفيش اي دليل على ان انت القاتل. اطمن، مش انت القاتل. عارف 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 ايه؟ ان مش انت القاتل. قول الحقيقه، اتكلم يا جحش. انا مش جحش، انا اخوك. اخويا يا ابن عزيز. ايوه، هو اللي عملها. انا رماني زيكم. وإذا كنت هتفضل تمثل دور اللي مش عارف، يبقى أقولها لك بصراحة، أنت اللي قتلته. مفيش حد معانا يشهد عليك، بتتهرب ليه؟ تكونش ناوي تشيلني المسؤولية لوحدي؟ أيوه أنت القاتل حقيقي. وأنا يا دوبك المساعد بتاعك. أنا كنت خدامك اللي بينفذ أوامرك. أنا عملت اللي عملته منك، من أفكارك اللي علمتها لي. يعني أنت اللي قتلته؟ أكيد أنا بحلم. أكيد أنا أنت شبح طلع لي من تحت الأرض. أنا كنت فاهم إن توفيق اللي قتل. قول لي يا حمزة، قول لي بصراحة، أنت اللي قتلته لوحدك ولا توفيق قتله معاك؟ ماليش شريك في القتل غيرك، أنا وأنت اللي قاتلينه، توفيق بريء، بريء. طيب، طيب، نتكلم عن توفيق بعدين. مش عارف مالي، مش عارف أتكلم، نتكلم بعدين، بعدين. بس أنت كنت رائد، كانت عندك نوبة صرع. أنا ما كانش عندي نوبة صرع، أنا مثلتها. لكن بالليل بعد ما قتلته جاتني النوبة بصحيح. طيب طيب طيب، نتكلم عن الحكاية دي بعدين، بعدين. لكن قول لي، لما أنت اللي قتلت توفيق، خد ازاي ال 3000 جنيه اللي كانوا في الظرف؟ ال 3000 جنيه اهم. قتلته؟ قتلناه سوا. ازاي قتلته؟ ازاي؟ امال توفيق عمل ايه؟ وايد الهون ودم ابويا اللي عليها. علشان تعرف، مش انت بس اللي ذكي، انا كمان ذكي. حمزه، ما دام احنا شركاء يبقى لازم اعرف عملت ايه؟ ها؟ عملت ايه يا حمزه؟ زي ما قلت لك،
مثلت نبت الصرع الساعة 5 وقلبت روحي على السلم. نيموني على السرير. بالليل نزل عم عبده يطل علي. نادى عليه أبوه: يا عبده يا عبده يا عبده. جري عبده. الساعة 10 بالظبط وصل توفيق. ما انا كنت قايل له ان لولا هتيجي الساعة 10. دق على الباب 3 خبطات. فتح لابوك. بص ما لقاش حد. خاف راح قافل الباب. قاعد يجري وهو بينده: عبدو عبدو يا عبدو يا عبدو. الحقني يا عبده الحقني يا افتكرت عم عبده مات. رحت ناحيته. لو ما كنتش رحت كانت الجريمة هتبقى ناقصة. ايدي الهون. لازم تروح مكانها الطبيعي. بصيت لوشه بالدم اتفزعت. جاتني نوبة الصرع حقيقية المرة دي. شفته في حياتي. إذا كنت فاهم إنك بتخوفني أنا مش خايف. فاهم؟ أنا ما قتلتش ما قتلتش. جايز كنت بكره أبويا إنما ما قتلتوش. جايز كنت بتمنى إن أبويا يموت إنما ما قتلتوش. بكره هقول في المحكمة كل حاجة. وإذا كنت ما قتلتكش بإيديا دلوقتي فده لأن المحكمة لازم تسمعك عشان تبرأ توفيق. هتروح معايا المحكمة بكرة وهتحكي كل حاجة وبأشهد ضدي بقى ساعتها زي ما أنت عاوز. إذا لم يكن الله موجود فكل شيء مباح حتى الجريمة. ناس بتقول كلام مش مقتنعة بيه. كلام في الهوى. اسمع يا أستاذ، إذا كنت فاهم إن هروح المحكمة تبقى غلطان. وإذا كنت عاوز تقتلني يبقى قتلني دلوقتي. أنا عاوز أموت. أنا عشت حياتي كلها بكره الاتنين. خلصت من واحد ومستحيل أنقذ التاني. أنا هخلص من توفيق كمان. ابن عزيز الهبلة مش هيسيبه يطلع برا. مش هيسيبه يطلع برا. على ذلك تطلب النيابة العامة تطبيق المواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات وتوقيع أقصى العقوبة على المتهم توفيق الأرماني لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
توفيق الأرماني، أنت متهم بقتل أبوك، أنت قتلت أبوك ولا ما قتلتوش؟ أنا أعترف بإني إنسان فاشل، ارتكبت جرائم سكر وعربدة وفجور، أعترف بإني منحرف، ما كملتش عمل طيب واحد في حياتي، كنت أتمنى دايما يتغير وأبقى إنسان شريف. حكموني عن الجرائم دي كلها، بس ما تحكمونيش عن قتل أبويا، أنا ما قتلتوش. انده الشاهد الأول. عايز عدل. قولي أحلف بالله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. إيه أقوالك؟ أنا أعرف توفيق كويس. توفيق إنسان شهم ولو مواقف ما تتنسيش، ولا يمكن يقتل أبدا عشان يسرق. ما حصلش مرة إنه هدد قدامك بإنه هيقتل أبوه بسبب المشاكل المالية اللي بينهم؟ لا، ما حصلش أبدا إنه جاب قدامي سيرة القتل. النيابة تحب تسألها؟ النيابة مكتفية بالأقوال المثبتة. الدفاع؟ متشكر يا فندم. اتفضلي. أحمد الأرماني. أحمد الأرماني! حصل يا فندم. حصل إنه اتكلم معايا أكتر من مرة في موضوع الفلوس اللي له عند المرحوم، وفي مرة قال لي إنه هيضطر يقتله، بس كان بيقول الكلام ده في لحظة غضب واندفاع. قلت له أنت ما تقتلش يا توفيق. قال لي أنا خايف لا تيجي عينيا في عينيه وما أقدرش. طب اتفضل. متشكر. لولا محمد شفيق. الأرماني كان بيكره ولاده وما بيحبهمش، وكان بيكره توفيق بالذات، مع ان توفيق ما يتكرهش. من فضلك خليكي هنا. انت اللي قلت لتوفيق على حكايه ال 3000 جنيه اللي كانوا تحت المخده؟ لا مش انا، انا ما رضيتش اقول له. انا عارفه ان توفيق غيور وطبعه حامي، وانا كنت ابتديت احبه. سياده الرئيس، من فضلك تسيب العواطف على جنب. هل حصل مرة انه هدد بقتل ابوه قدامك؟ اصل توفيق عصبي، ولما بيزعل بيقول اي كلام. توفيق طفل كبير. من فضلك ركزي اجابتك. هدد بقتل ابوه قدامك ولا لا؟ قدامنا كلنا. شكرا. اتفضلي. اوعى. رايح فين يا استاذ؟ لازم ادخل يا استاذ. اسمك مش مدون. عندي كلام مهم لازم اقوله. اوعى. سيبه خليه يخش. يا جناب القاضي، انا شوقي الارماني ابن القتيل واخو المتهم ده، عندي كلام مهم عاوز اقوله. قول والله العظيم اقول الحق. أنا ما جيتش هنا إلا عشان أقول الحق. قول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. إيه معلوماتك؟ أنا جايب لكم الفلوس اللي اتقتل أبويا عشانها. الفلوس اللي كانت تحت المخدة. كام دول؟ ال 3000 جنيه بحالهم، أخدتهم امبارح بالليل من القاتل الحقيقي. واعترف لي بكل شيء. مين هو؟ حمزة. حمزة هو اللي قتل أبويا.
توفيق اخويا ما قتلش، حمزه هو اللي قتل، وانا اللي حرضته. انت متاكد انك في حاله عقليه طبيعيه؟ المصيبه ان في حاله عقليه طبيعيه، بس عقلي من ناحيه تانيه عقلي قذر زي عقول الناس دي كلها. كل دول قتلوا ابهاتهم وجايين يمثلوا، جايين يمثلوا الخوف من الجريمه. كلهم ممثلين يا حضرات، بيضحكوا على بعض وعلينا، جايين يتسلوا كدابين. ارجوك ارجوك ترى انك في محكمه وتجاوب على قد الاسئله اللي توجه لك. سياده الرئيس، انت بتتكلم كلام مش مفهوم. ايه اللي يثبت ان الفلوس دي هي اللي كانت تحت المخده؟ ريحتها باينه، ريحتها أرماني. انت مجنون ولا بتدعي جنون؟ انا مش مجنون يا حضرات المستشارين، انا قاتل بس. عندك اي دليل تؤيد باعترافك ده اذا كنت واعي لكلامك؟ ايوه عندي الدليل. حمزه، انت كذاب. الطبيب الشرعي اثبت ان حمزه كانت عنده نوبه صرع اثناء الجريمه. كان بيمثل، وبعدين النوبه جات له بعد ما قتل ابويا. ايه الدليل؟ حمزه هيعترف لكم ان اخويا النادلي ده ما قتلش، حمزه هو اللي قتل وانا اللي حرضته. طب اتفضل. لا، لو تسمحوا لي انا عندي كلمه لازم اقولها. احنا سمعنا شهادتك يا انسه. انا ما قلتش كل حاجه. المفروض ان في نظام للجلسه. الراجل ده هو اللي قتل ابوه، انا معايا الدليل بخط ايده، جواب كتبه لي قبل الجريمه بيومين، وادي الجواب. قايل فيه انه هيقتل ابوه وياخد ال 3000 جنيه بتوعه ويرجع لنا فلوسنا، فلوسنا اللي اديتها له عشان يوصلها لعمتي في مصر، سرقها وصرفها على المخلوقه البشعه اللي قاعده هناك دي. حالف في الجواب لا يقتل ابوه. كنت سكران لما كتبته، ما كنتش في وعي. المتهم لو اتكلم تاني هخرجه من القاعه. ليه عملت كده يا عايده؟ ليه عملت كده؟ كلامها مش صحيح، مش صحيح. القاتل الحقيقي موجود، انا قافل عليه والمفتاح اهو، اسالوه هيعترف بكل حاجه. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم توفيق الأرماني بالإعدام شنقا.